أهلا بكم أصدقائنا في أعرف. تعتبر الصين ثاني أعظم دولة اقتصادياً حول العالم، كما أنها في تطور مستمر، ولكن هذا التطور الاقتصادي يحتاج إلى دعم عسكري حتى يتم توفير أكبر قدر ممكن من الحماية إلى هذه الدولة من باقي الدول المجاورة والمنافسة. ولهذا تزعم الصين أنها أصبحت قادرة على إنتاج أقوى المعدات العسكرية حول العالم، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من التفاصيل حول قوات الجيش الصينية. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. تمتلك الصين جيشاً قوياً وضخماً للغاية، حيث يتم تصنيفه على أنه الثالث حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الأسلحة الخطيرة. ويؤكد الكثير من الخبراء على أن الصين تحاول صناعة أنواع متطورة ومتقدمة من الأسلحة. بالفعل، في الأعوام السابقة كانت الصين قادرة على صناعة أسلحة متطورة وذكية لجميع أفراد قوات الجيش، ولكنها تكرس الاهتمام للقوات البحرية والقوات الجوية حتى تستطيع حماية الحدود. وبالرغم من أنها تتأخر كثيراً عن مدى التطور الذي تتمتع به روسيا في الطائرات العسكرية والصواريخ والغواصات، إلا أنها تحاول التطور بطريقة مدهشة في وقت قصير. ونحن الآن سوف نتعرف على بعض الأسلحة المميزة التي تمتلكها الصين في الجيش. دبابة VT4. خلال 50 سنة الماضية، كان الكثير من الخبراء يعتبرون الدبابة الصينية من الدبابات غير المتطورة، وذلك لأن قوات الجيش الصيني لم تهتم بتطوير الدبابات، بل كان يتم استخدام النماذج التقليدية المعروفة. ولكن في الآونة الأخيرة اختلف الأمر تماماً، حيث إن الصين الآن تحاول دائماً تطوير الآلات والدبابات. على سبيل المثال، هذه الدبابة الذي تم تطويرها منذ عام 2012، والتي تعتبر من أقوى الدبابات حول العالم بسبب كفاءتها العالية، كما أنها تحتوي على نظام حماية ودفاع يجعلها قادرة على التصدي لهجمات الصواريخ المضادة. دبابة تايب 99. هذه الدبابة موجودة بمدفع 125 ملم بنظام تلقيم أوتوماتيكي دائري مستخدم من عصور الاتحاد السوفيتي، حيث يقال إنه تم استخدام هذا النوع من الدبابات في حرب خليج إيران، وكانت قادرة على تدمير العديد من المركبات الأخرى بكل سهولة، بالإضافة إلى أن ماسورة المدفع الخاصة بهذه الدبابة أطول من أي ماسورة أخرى، وهذا ما يعني أن القذيفة تخرج قوية للغاية. كما يقال إن قوات الصين تحاول وضع مدفع 140 ملم فوق هذه الدبابة من أجل زيادة قوة الكفاءة، حتى أنها مزودة بنظام دفاع وحماية فريد من نوعه ينافس باقي الدبابات الأخرى. سمك الدرع الخاص بها يصل إلى 1100 ملم، ولديها أيضاً جهاز مستشعر قادر على تحديد أي شعاع ليزر لو تم توجيهه على هذه الدبابة، مما يجعل قائد الدبابة قادر على الابتعاد عن منطقة الخطر على الفور. الطائرة الحربية تشينغدو تعتبر واحدة من أفضل الطائرات الحربية القادرة على العمل في مختلف الظروف المناخية الصعبة. من الممكن أن يتم قيادة الطائرة عن طريق اثنين، ولكن في بعض الأحيان يستطيع شخص واحد فقط قيادتها، قادراً على استخدام صواريخ من نوع جو-جو وصواريخ من نوع أرض-جو، حتى أنه يمكن وضع وعاء كبير يحتوي على البنزين لكي يستطيع قائد الطائرة استخدامه في أي وقت من أوقات الحروب الصعبة. وهي تحتوي أيضاً على جهاز تعقب للمتفجرات والصواريخ، وأقصى سرعة تتحرك بها هي 1667 ميل في الساعة، ويصل أقصى ارتفاع من الممكن أن تصل له هو 59,055 قدم. الطائرة الحربية شين يانغ هي طائرة حربية من الجيل الرابع، وهي تتفوق على طائرة من نوع F-15 ونوع F-16، وهي تحمل العديد من الأسلحة من نوع الأسلحة الروسية والأسلحة الصينية، حتى أنها تحتوي على 10 أماكن لحماية الأسلحة وقادرة على إلقاء القنابل فوق الأهداف. الطائرة الحربية شينغدو من أفضل طائرات الجيل الخامس،
تم استخدام هذه الطائرة في 12 من ديسمبر عام 2016. تصل أقصى السرعة لهذه الطائرة إلى 1304 ميل في الساعة، كما أن تكلفة تصميم كل طائرة من هذا النوع تصل إلى 110 مليون دولار. وتقول بعض المصادر إن الصين كانت تحاول الاطلاع على العديد من المعلومات المستخدمة في الطائرات الحربية الأمريكية من أجل محاولة صناعة مثل هذه الطائرات لدى قوات الجيش الخاصة بها. الطائرة الحربية KG-2000، هذه الطائرة مزودة بجهاز رادار على مدار 360 درجة، وهو قادر على تعقب حاملات الطائرات من مسافات بعيدة من الممكن أن تصل إلى 292 ميلا، وهي قادرة على تعقب 100 هدف في المرة الواحدة بكل وضوح. وفي عام 2016 تم تجربة هذا النوع من الطائرات، وكان قادر على تحقيق نجاحات مذهلة. وتستطيع هذه الطائرة أن تطير بسرعة تصل إلى 528 ميلا في الساعة، وحتى مسافة 3398 ميل. حاملة الطائرات ليونينغ، تستطيع هذه السفينة حمل حوالي 24 طائرة حربية، كما أنها ذات وزن محدود ولا يمكن زيادة الوزن الخاص بها حتى لا تتعرض إلى الغرق، كما أن سرعة حاملة الطائرات من هذا النوع أقل بكثير من سرعة حاملة الطائرات الأمريكية، كما أن أقصى السرعة تتحرك بها هي 22 ميلاً في الساعة. حاملة الطائرات شاندونغ، تم إطلاق هذه السفينة لأول مرة في أبريل عام 2017، وهي ثاني حاملة طائرات من نوعها وأول سفينة يتم تصميمها من هذا النوع في الصين، وهي تتمتع برادار مميز للغاية وقادرة على حمل الكثير من الأسلحة والذخيرة والوقود، وهذا ما يساعدها على استخدام الكثير من الطائرات، حيث إنها قادرة على حمل ما بين 30 إلى 40 طائرة حربية وطائرة هليكوبتر على متنها. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. إلى اللقاء في الفيديو القادم.